صباح النور الغزالة سيدي وليك ديري، لاباس عليكم؟ كلشي بخير ان شاء الله، يا ربي تكونوا بألف خير وسلامة. اول حاجة مرحبا بكم في القناة ديالي سالي فلوغ. كما عودتكم دائما الجديد يوم جديد، فيديو جديد، اصدقاء وصديقات جدد، مرحبا بالقديم ومرحبا بالجديد واللي انضم الي جديد. شكرا لكم بزاف المتتبعين ديالي، كنموت عليكم كنحماق عليكم، دائما منوريني ومسانديني، شكرا لكم بزاف. اليوم جبت لكم واحد الغداء، غداء بسيط، ماشي بسيط شويه، مهم تبارك الله فيه الخير. بغيت نشارك معكم الغداء ديالي اليوم ان شاء الله، وهو عبارة عن درت قطيبات، يعني قطيبات ديال اللحم قطعتهم طريفات صغيرين ديال الشوى، درت فيهم شويه المعدنوس، بصيرة مشلضة، درت فيهم العطرية، معندنا شويه ديال الربيع، دايره جوج ديال النواع زعما، حيت دايره مسوس وملح. مسوس الوالد الله يشافيه، مسكين عنده ما كياكلش الملحه، ولينا حنايا درت غندير الملحه، درت شويه البزار، شويه ديال الكمون، شويه التحميره، شويه الملح، الملحه القياس، كل واحد القياس ديالو. انا كندير هنا وندير هنا، يعني كندير التساوي، الا الملحه اللي ما غاديش ندير الوالد ديالي ما نديرلوش الملحه، ولكن الحمد لله دابا رجع ياكل الملحه، اللهم لك الحمد. كان شي ايامات ما كياكلش الملحه، كان الطبيب منع عليه الله يشافيه، وشافينا وشافي جميع مرضى المسلمين والمسلمات، يا ربي حبيبي يا ربي. هانتوما كتشوفوا العطريه، درت التحميره حتى هي غنزيدها، صح ما بقاتليش وقيله، ما مبقاتش. لكن راه كافيه، فيها الكفايه. ندير شويه ديال الزيت، زيت المائده، كاين اللي كيدير زيت العود، انا كنفضل ندير زيت المائده، مع كتكون كتشوي كما كطلعش ديك الدخان، كدير زيت العود كطلق الدخان بزاف، زيت المائده لا. شويه دخرقهم زيت، ما قلتوش انا غادي نخلطو حتى تنسجمو العناصر اللي كاملين المكونات ديال الكورس كلهم غادي تنسجمو، واللي بغى يزيد تال حار يزيد الحار. هذا حيت كنت دايره في الكونجيتور، دابا جبتو خاني جبتو بكري زعما هكداك وبقى شاد راسو، ولكن غنبقى معاه شويه بشويه صافي تنفكو. صافي نخلط نتركو على جنب. انا درت طاجين، غادي ندير فيه شويه البطاطا، غنديرو طاجين بطاطا وكبسه، كيجي غزال ما شاء الله كيحمق، صدقوني جربوها غادي تعجبكم هاد الوصفه هادي، حتى هي زوينه بزاف. كندير البطاطا، ثوم وربيع مقطعين مدقوقين، كنحكمها طيشايه وحده، يا سلام عرفتي كتجي بنينه بزاف. والثومه على حسب الثومه اللي بغيتو، انا كندير هنا، انا كنبغي الثومه بزاف، كندير شي ثلاثه ديال الدروس كبار. غادي نخلطها، نخليها كتخلى شويه فوق البوطه، غادي نخليها تتقلى شويه هاد البطاطا مع الربيع وشويه مع مطيشه، ديروا كلشي في خطره بلا ما تبقى تقليو هذه بوحده وهذه بوحده، كلشي انا كندير كلشي في خطره، كنزيد معها شويه ديال المطيشه المركزه، ها شويه دي عنده، ما عندك شيء صافي بلاش، ماشي ضروري. Thank you.
وإذا عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنسونيش في شي كومنتير زوين بحالكم. انتما شفتوا الكفته اللي درتها، هذيك المقطع ديال الكفته اللي كنت كنوجد مشى تحتف مني، ولكن الاخوات راكم كتعرفوا الكفته كي كتصايب كنشلضوا بصيله ضروري، بصيله باش الشريط من زمان مشلض دقيقه، شويه المعدنوس شويه الملحه شويه كمون شويه الهريسه اللي عندكم ولا ما عندكمش بلاش صافي، وكتزيدوها من فوق كديروها كتخليوها كطيب كطيب صافي كطفي عليها. ها الغدا ديالنا وجد الحمد لله، هما القطيبات هما وجدوا، الطاجين ديال الكفته ها هو واجد طيب الحمد لله، وتسمح لنا كل محمى. ولا عجبكم هذا الفيديو قلت لكم ما تنساوليش تبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده، واخا راه تحذفوا مني فيديوهات هما تحذفوا مني بشحال من حاجه تحذفات مني، ولكن ماشي مشكل كلشي راه باين. الشلايضه درتها متنوعه يعني عشوائيه، يعني اللي بغى يدير هذيك الساعه كما قلت لكم الشلايضه قطعتها عشوائيه، كل واحد يحط شويه في الطباسل ديالو اللي بغى القياس ديالو ويدير الصوص فوق منه وياكل وبالصحه والراحه. كنتمنى ان شاء الله تكونوا دائما تكونوا على خير، وشكرا لكم بزاف على المتابعه، وما تنساوليش الكلمه الشهيره ديالتي وهي البصمه البصمه يا حبايبي، وشكرا لكم بزاف. ما تنساوليش شي تعليق يكون محفز ويزعمني، نبقى ندير لكم دائما الجديد في الفيديوهات ديالي، وكم راني كنوع لكم مره داير لكم الماكله من مره جولات من مره الطبخ، وكل يعني فيديو متنوع ان شاء الله يا ربي. وساريت الغداء درت واحد البوشيارات، راه ديجا في القناه داير طريقه تحضير ديال البوشيار وزوقته بالزويتنات، وفي العشيه درناه بمقهوه وان شاء الله. وشكرا لكم بزاف على المتابعه، وكنموت عليكم كنحماق عليكم متتبعين ديالي، وشكرا الله يحفظكم الله يطول يا ربي عمركم، وديما مساندينني وديما كتدعموني، والى فيديو قادم ان شاء الله، وشكرا لكم بزاف، يلا باي باي. دازت قدامي بحال اللي ما عقلتنيش، عيط لها باسمها بحال اللي ما سمعتنيش، انا اللي شربت معاك ليام كنت الاولاني، كنت تبغيني ودابا وليت براني.